كدير هنا؟ راه سمعت بزاف اجوري قناصة واش انا من النظره الاولى بغيتها ما نكتبش لك عمي عبد صافي هنينا من بغيتها حتى واش حنا تواركت حتى غتقد بنتي كيف صباحك الحمد لله الساعه غادي نمشي نعطي جيبك واحد الباريزيان من الحانوت تجيبك واحد الفرايمي جاب بغيت لك باريزيان لا فرماج لا حاجه بين فطري نمشي لواحد الشركه ندفع واحد السي في ديالي بين فطري بعد هذا سير الشركه ما في يبا ما يفطر زعما الفطور اش فيه الفطور في عهده واللي حداه راه اسيد بغلينا قلوبنا كاع النهار هو بنتي نال الشيطان مابقيتش تقول هاد الهضره خبز واتي راه كبر رجاله وكبر سيادي وماليه با هاد الكاسيطه راه ديما كتقولها لي راه حفات عندك وحنايا واش لا زيت العود لا فرماج لا او وا بنتي راه خاصك ترضي بداكشي اللي قسم لك الله راه هادشي اللي عطانا الله واش حنا كرهنا مالكين شي واحد مات بالجوع راه الكرش ربط الحرام كرش راه واخا ما عرفتش تاكل والله يهديك ممكن حتى واحد مات بالجوع ولكن حنا هما اللي كاين غنموتو بالجوع شوف راه غنمشي نشوف واحد السيفي ندفعو عشان هي با ما المنكسيه كيكراناتي ما مصبطه لا تيليفون لا حتى حاجه تحمر لوجه او وا بنتي وكل عاد بلا مشطر راجل مدير عقلك وداك السيد التارين غيبقى تابعك هذاك امين واش غيبقى تابعك تابعك واش غير بخديمته داكشي اللي جاب لي الله وسيري وتستري معاه هو السيد مسكين باغيك المعقول واش بغيتي با با واش انا مالي سكعو واش انا نحيد من القهره ونطيح في سمانه تيقول هاد ولا مشطا راه هي هادي راه داكشي اللي قسم لك الله علاش مالي اخويا ايوا واش باغي خرجه ايوا تشاش ومحيده ليا ايد محيده ليا رجل طاير ليا نيف طايره ليا ودن يوم كنت نقول لك قرايب قرايب باش تخرجي تتجي تخرجي طبيبه ولا تخرجي مهندسه ولا كنت كنقولها لك كنقول لك راه ما تنفعك على القرايه ديالك باش غتقراي قراي راه الناس قراو عاد الشمع الناس راه قراو كانوا يديو كتب عا في الميكات وراه انا راه ديتهم في الميكا حتى انا راه مشيت بصندله مقطعه فرده جايه في رجلي وفرده هازه ما كملتيش ما كملتيش القرايه كنتي تقراي مزيان كنتي تقراي مزيان وما كملتيش القرايه انا حفيانه ودابا خليني الله يهديك الله يرضي عليك ودابا ما تمرضينيش راه انا ديك الحرفه انت على قد الحال وكنمشي عند داك السيد اللي كيدور معايا وداك الشيء راه حتى حنا كنخلصوا الكرق نخلصوا الماء نخلصوا بنتي الله يرضي عليك وصبري صبا نوضي شي باش فاطري نوضي باش تفطر اخويا ما خاصني فطور فطر حتى سيري بنتي سيري الله يسهل لك سيري شوف خيتي اش كدير هنايا والله ما غنمشي حتى نشوف اش كدير هنا كدير انت تخيشي كشي ديري امين ورا حتى اش كدير هنا خلعتيني لي جلابو فيني شنو دلو شد لبسه ورا جيت نحتاج الخدمة هنايا امين ورا خدمة مزيان الخدمة والجلابة سيدي راه ما يمكنش تقبلوها لك في الادارة وعلاش ما قبلوهاش في الادارة اودي امين الله يهديك واش الجلابة والزيف غادي يقبلوهم لك باش هي تخدم غتخدم في اداره بجلاب وزيف فين عمرك الشيء هادي انا ما بغيتش خدمي انا بغيت نديرك في الدار ثم ولادي ها وامين
واش شي وحده كرهات انها تكون هي في الدار معززه مكرمه؟ راه انا ما كرهتش، ولكن صبر معايا شويه. راه صوات بزاف اتوري قناصه. شوف امين، غير زيد صبر شويه، راه مابقى قد ما فات. جمعوا روسنا وتا حنا تابعنا العرس وشلنا الحوايج والله يديك تتايا ياك. الله يهديني انا الناس اللي عطيتهم الكلمه باش نديروا العرس وداك الشيء موجدو. ها اش نقول للناس انا؟ اش نقول لهم انا؟ شوف امين، دابا خويا غنجيك مال الاخر، انا وانت خدمتك تاع على قد الحال، وانا وياك ما غاديش نتفاهموا. انا كبرت في الحرمان، كبرت في الفقر، حتى حاجه ما كانت عندي. دابا هاد الخديمه يلاه واقيلا غتحل لي بزاف ديال الحوايج قدامي. انا ما فيا ما يزيد، انني كبرت في الفقر ونزيد نكمل في الفقر ثاني ونكبر ولادي في الفقر. شو الله يرحمك الوالدين، خليني نخدم تاعنا ما توقفش لي في طريقي. الله يرحمك الوالدين صافي. وفي نوم الوالد لقيتيني صبر معاك انا، عيش معاك انا في كوخ، شرب معاك كاس زيلاتي. ها شوف هذيك عهرة، ولكن الواقع حاجه اخرى. انا خاصني فلوس، خاصني مني من قراني، انا عشق التليفون، عشق ثاني ندوز بيرمي، عشق الطوموبيل، تكون عندي دار. زيدو زيدو زيد، راه انا مني من البنات في السن ديالي. شوف البنات في السن ديالي كيفاش دايرين، كيفاش كيلبسوا راه يهرب ليك. امين. شوف الله يجيب لك حتى شي بنت الناس اللي تكون حالك وتقبل عليها وتقبل عليك. اما انا الطموح ديالي بزاف. الله يعاونك صافي. شيلي اي شي دارو فلوس، اللي ما عنده فلوس كلا مبسوط. هو هذا اخوض اخو خوض شحال شحال؟ 300 والحلاوة ذوق ذوق 300 لسلس دكالة دكالة فعلي فعلي قلب 300 ديال حنا حاصلين في واحد التليفون بغا نشريو الدرية والعسل. واسمعي وخذ وريد ناخذ هاك دي هادو تغدى بهم. خلينا صاحبي راه شد عيش الدار ديالك، عيش وليدي راه بغيتك. وقول لي يا وليدي راه واحد الدريه بنتي راه تبكي على تليفون، ما عندهاش تليفون. حاولك عطيتيني واش غدير اودي؟ راه خاصها تليفون، عندك شي تليفون مزيان؟ تليفون راه ما نعرفش يكون على الاوزار. ايوا شحال هذا؟ صافي وليدي ماشي مشكل، نحيد لك شويه سير. يلا الله يرضي عليك. حيد 100 درهم شارجور عندك ديالو؟ انا نعطيوك شارجور. شارجور بغا دي يجاوب. وانا بدا باش غنشارجي وكو هذا ماشي ديالو هذاك زكاك. ها الشارجور هاني الشارجور. ها ها هو ديال الله يفهم. صافي وما تعطلوش عليا. يكون لا باش ما كان جيب لي الفلوس ولا جيب لي التليفون. لا غدا نرد لك. صافي سير الله يسلمك. يلا الله يرضي عليك وليدي. الله يسلمك اخو. 300 عروس الحاج الحمد لله بخير. كي جاوك هذوك الناس اللي صيفط لك؟ ايوا الحمد لله هادشي اللي بغينا. الحمد لله يا ربي على الحال. يلا مرحبا مرحبا، خاصينك جوج. يلا انا نقلب السيفيات واللي مزيان غادي نصيفط لك جوج شونتيون ان شاء الله. مرحبا سي الحاج مرحبا، ما يكون غير خاطرك. لا ما نعاودوش على المعقول. يلا اللهم يسر الامور ان شاء الله. شكرا سي الحاج. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت فات لكم واحد السيفي هنايا ومشيت من بعد يومين رجعت لقيتكم سادين. دابا عاود رجعت باش نشوف شنو يعني اذا كان ممكن على حساب الخدمه. كيفاش لقيتينا سادين؟ واش غتكوني غجيتي في وقت ماشي ديال العمل؟ حيت انا كنحلو من 9 ل 12 ومن 2 ل 5. مهم دافع السيفي هناك. اش قلتي هي السميه؟ بصراحه انا ماشي محتاجه الفلوس، ولكن انا بغيت نعمر وقتي حيت انا ما بغيتش نبقى جالسه في الدار. مرحبا مرحبا الزين، ما يكون غير خاطر. بلاصتك ما كايناش ولكن غادي نوجدوها لك، تستاهلي كثر. وليني بغيت نسولك واحد السؤال، الناس كتخدم عليهم كيفاش دير فلوس، انت كتقولي غير باغا تعمري وقتك. وليني بغيتي تعمري وقتك ان شاء الله غادي يعمر. ربي يخليك الله يبارك فيك.
المهم كيف ما قلت لك انا والله الا غادي نعمر غير وقتي خصوصا لا فامي ما كاينينش وانا كنبقى معظم الوقت كامل غير في الدار ومليت مع الخروج والبنات وسير الشوبينغ وسير صراحه مليت حتى انا نعمر وقتي شويه وصافي هذا المكان الصراحه ما نكذبش عليك اول مره كتجيني دريه زوينه بهذه الهيئه هذه وباغا تخدم كيجوني شي دريات ونقولك لا الله محمد رسول انا ما نكذبش عليك هاد النهار عندي مميز بزاف والله وجيتي دايره شي حاجه شنو ندير؟ ويلي شو الاحساس ما عمري حسيتو بغيت نسولك ما تكذبيش عليا واش عندك شي علاقه في حياتك؟ لا ممكن نديرو شي قهوه ونهضروا على الخدمه نيت وغنقول لك البوست ديالك فين غيكون الا بغيتي علاش اليوم ما مساليش اليوم ما مساليش كارت فيزيت ديالكم كارت فيزيت ديالنا هيا هي هذيك ما كرهتش اليوم دوينا وياك اليوم الا بغيتي المهم انا المراه عندك انا راه كنسالي مع خمسه ومع ديك الثمانيه نديرو ليك شي قهوه الا بغيتي كرهي غير فهاد القهوه اللي قراب هنا هادي شرف لي شرف ليا لالا انا تبريه النمره عندك ما تصونيش هادي تعجب كامل ما خاصهاش نفلتها السيد بان لي طايح على راسو طلع لي بعد النمره دابا نيس واحد ولي يضرب الحديد مع حد سخون شكون هاد النمرة هادي؟ بعدا ما مكيجاوبش الله يسمع الخير الو الو السلام عليكم الو وي صافا لاباس عليك سي عبد الرزاق ياك حيت قبيله ما عرفتش السميه ديالك انا سوريه واش شك حلوه بغيتي تجاوبني لا سمحي لي غير ما عرفتش النمره وصافي ياك ربي يخليك الله يبارك فيك المهم غير باش نتاكد من النمره ديالك ونطلع لك نيت نيميرو التليفون ديالي فين انت مازال تحت يلا تسنيني لا انا ساليت غير تسنيني يلا جوج دقيقة انا هابط عندك غير نسد البيرو ونهبط صافي واخا نتسناك حدا الباب صافي نتسناك واخا يلا نحدا الباب غير ما تعطلش عليا يا دابا نسمع طلقني كتعجبك الكابوتشينو هاي بزاف شكريا ما نكذبش عليك انا ارتحيت لك بزاف والله ربي يخليك انا اجي شي عندي البيرو يجي معك شي حاجه يا لحتي عليا شي حاجه ويلا ستسيت التخربيقه هذا ديال لحتي عليا ما جيتي معاك تما نجي معايا الله يهديك وليني هادشي اللي واقع ليا معاك راه ما عمرو وقع ليا وهو وقع لي ما عمرو وقع واش ستي عندك نفس التفكير ديالي ولا غير انا بوحدي بحال جات التفكير ديالك واش انا عاجبك كيف ما انت عاجباني سيدي عاجبني معمر لي العين ياك والله يخليك امين الله يخليك يا حسن انت اي بصراحه خصني نشوف الاب ديالك ضروري انت راه كاينينش هنايا ما كاينش في المغرب ولكن خصني ضروري كيفاش نتواصل انا وياه هنا مرسوم انا بغيت نشكرو المهم تتعرف انا وياك ديك الساعه انا بغيت نشكرو على هذا الزين اللي ولد ليا المهم مرة دابا فاكونس ياك منين يجي ان شاء الله تقدري لي ان شاء الله ضروري مالك مالك ما ماليش مش مرتاحة مرتاحة ما عادش راه طلع من البرص علاش نخفي وعلاش ما عندي اي حاجة
ديما لاباس ديما لاباس ديما لاباس. والهضر الو وصلتي صافا؟ وصلت مزيان ربي يخليك. وانت؟ حتى انا يلا وصلت دابا شي 20 دقيقه يلا دوشت وريحت. ايوا سيدي بالصحه والراحه. توحشتك. وحتى انا توحشتك. فراسك عزيزتي عليا. ايوا الحمد لله داكشي اللي بغينا. فراسك والله الا دوزت معاك نهار زوين. حتى انا دوز معاك وقيته زوينه. داكشي اللي كنت باغي هو اللي لقيت فيك. هيك ايوا ربي يخليك ليا البوكوصه ديالي. امين. حتى انت ربي يخليك ليا. ايوا قول لي معك شي حد؟ ما من غنكون انا راه غير وحداني. ماتي انا في الدار ما كاين حتى شي واحد. حتى انا كثار من قاتلاني الوحدانيه. ايوا سيدي من اليوم ما غاديش تبقى بوحدك. انا معاك وراك والزمن طويل. ايوا واش غديري حنا صابرين. يلا المهم ما نطولش عليك. مربانه تكوني باغا تقضي شي غراض ولا ديري شي حاجه حسن نتسامعوا التليفون بيناتنا. يلا بسلامه. خيام باي باي. جوج بنات يلا انا نشوف السي في باش ما كنرد عليك. يلا يلا مرحبا. واش يا عبد الواحد؟ يلا طلع طلع عنا في البيرو. يلا طلع عنا. مرحبا بك. يلا السلام عليكم. السلام اهلا عبد الواحد. دير وليد هاني ليا لاباس عليك. صحة مزيان بخير. ها كبير هذا شي لاباس. تفضل تفضل الدار باركم اسيدي. الله يزيدك. هاني ليا تفضل. الله تراك ود تراك ود شركة. الله 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 كي داير وليدي؟ الله يلا بخير. كي دايره امورك؟ الحمد لله. بانت لي الصحيحة عندك شوية. واه ودي لا اله الا الله. كان ساعة الواحد واه العمر راه بنادم راك عزيز الكبر. واش خلى هذا قال لي بوكابرون؟ اي ولا اله الا الله كي داير وليدي؟ انت ساعة الواحد راه موصي عليك الوالي. واه الحاج راه غادي وكيوصي قبل ما يموت راه قال لي تهلا في عبد الواحد. ياك هاني؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يرحمه مسكين في الله. حنا دوزنا مع الحاج قليل. اه ولا اله الا الله. اه الحاج ودي دار الكرام ودار الكبرانيه ومسكين اللي في جيبه ما ديالوش. لا اله الا الله. الله ينزل عليه الرحمه ديال سيدي ربي. يا ربي امين. الله يوسع عليه ضيقات القبور. يا ربي امين. الله يجعله من اهل الجنه. يا ربي امين. الله يجعله في الفردوس الاعلى. يا ربي امين. يا رب العالمين. فين ما نصلي. ايوا دابا كان وليدي حتى هو كنتي عزيز عليه السي عبد الواحد. الحاج راه قلت لك كيوصي عليك بزاف. وحنا راه مدوكزين ياك هاني. راه هاد الشيء الخير اللي فيه تبارك الله راه حنا طلع على ظهرنا ولا لا اله الا محمد الحمد لله. سهل الحمد لله. رجع الامانه السي عبد الواحد. وا وليدي ما ديرش مني قال الصواب رانا قجرت عليك. لا ما تقولش بحال هكاك السي عبد الواحد. بالعكس ها الامانه. بسم الله ومرحبا بك في اي وقت. واحتاجيتي شي حاجه جي عندي فهمتيني. اي حاجه احتاجيتيها مرحبا بك. لا وليدي ما كنقد نجي راه كنجي عا بزز كنقول. ولكن كما قلتي راه هذا تقليد خلاه الحاج. لا اله الا الله. السي الحاج السي عبد الواحد شو انا راه مشيت مع الحاج باش تجيب لي واحد القهوه ما قاد نزل الراس العينوي. صافي اسمح لي سخرتك. الله يا وليدي. والله الله يا وليدي. اسمح لي جيب لي قهوه وجي والصفره ديالك. السفره ديالك ساعه قول لي القهوه كتشرب كي دايره وليدي. غتجيب لي نوار سكرونس. سكرونس غير قول لي انت يا عبد الرزاق راه هو عارفني. هي هاد القهوه اللي تحت. ها هي ديك ديال الاولى. ربي يخليك سي عبد الواحد. الله عمرها دارت السيد هذا. بدات هو من الرجال اللي وقفوا الشركه. اه عليا. السلام عليكم. عليكم السلام. لاباس؟ الله يحفظك ليا ربي. عفاك لما صاوب واحد القهوه الاستاذ فو. ولكن بزاف الاساتذه عمي شكون الاستاذ فيهم؟ عبد الرزاق. عبد الرزاق. استاذ عبد الرزاق. أيوة. مرحبا. قال لي عارف القهوه ديالك. القهوه ديالك. استاذ الله يعمر هذا. الله يرضي عليك. واش خدمتي مع التجديد ولا؟
لا يا ولدي ما خدامش انا كنجي عندو كنت كنعرف المرحوم با على الله يرحمه الله يعمر هذا على داك الشيء والدي مسكين راه كنجي عندو كيدور معايا مره الله يعمر هذا راه كيتعاون مع الناس الدراري ايه ولا لا يا فهمت راه الدراري واش كيتعاون مع بعضياتو الثاني كبيده اهلا السلام عليك توحشين بزاف شمزيان عليك مياه جيبو قوصة اليوم كسيدي أنا دعي ماما باش كنجيبو قوصة ولا اليوم لا أول شي عندي بقوصة أيوة هكا جمع راسك شوية مادام جايبة الزين هذا إلا باغي تخرجي شي بلاصة مالو ديك راسكو ديتيني البارح ليها زيرو صوبة زوينة الله يرضيك ويلي وستاد ديالو كليان ديالنا هاي يا عميمة مرحبا نوريك شحال وليدي قهوة ما شكون هاك المابويا؟ لا بلاش عاد 8 درهم هاك وليدي هاي 10 درهم الله يخلف عليك ابويا الله يحفظك ليا الله يحفظك ليا صافي مالك بصحتك وراحتك راه خاير راه عارف اللي كان غنطلع نجيبو راسك تاع فين بغا تمشي هذيك العين خرجه قال لي يلاه تحف زوينه ولي نمشي غير نشرب القهوه انا وصيفط عليها ونمشيو لك باش كيبان 10 دقائق الله يخاطرك حياتي ياك وهاك تفضل مرحبا بك أبا شوري اش كديري هنا؟ صعب واحد ياك صعب واحد هادي هي الثقة اللي كيفك كتعطيني الدراري وكتضحك عليا شوري كتفل عليا وكتفل على بنتي شنو تشوري اش فيك وبين شوري صعب واحد كنفهم والو كنصعب فاش بنتك كنصعب كراجل بهاد البوك صعب واحد قلت سلام عليكم زيدي قدامي والسيد اللي باغي تجيب وجهك وكل شيء فيك معاه كي غندير؟ با الوقت باغي تجيب وجه هذاك وما كنبغيش انا غادي نحيد انا في الكهرباء تماما واش باش طيبوي سيري دابا واش باش جيب وجهك هو كحيتك واش دابا باغيش تفهمني واش اللي راك حليلي اه ما طلعش انا كبرت في الزلطه وباغي نزيد نتزوج انا في الزلطه جانب الدريه بغات تسطين كندير ونعاود المرحوم هاي داير فيا تا هو زعما راجل مزيان وكنعطيك زعما موصيني الوالد وراه كيضحك فيا على الدريه ودير الثقه والعواد ديالك الله يربي الراجل كيفاش با دابا تقولي تسعب واحد ولكن علاش غتكذب وغتقول والدي انا في الخارج تسعب واحد دابا الداعية هضر خايبة وصحابني ما عادش باغي ندير وصحابني انا عارف بنته وكنستغلو تسعب واحد الله يعمرها دار علاش زعما مرضاتش بيه ولا شنو ضروري خصني نشوف سي عبد الواحد باش ما يبقاش نادي عليا نظره خايبه وانا بنتو انا ويا المعقول و دخلت والله تدخلت واش غنمشي عندو ولا ما نمشيش ليها واش السيد اللي باغي المعقول عباد الله السيد اللي باغي شكون واش خويا السيد شكون اش السيد جاي تعمل واش داري اش بغيتي صعب واحد عطيني غير فوق صندوق معاك كيفاش شهور صندوق معاك باغي نريح وخليني يدور معاك على وجه المرحوم والله لا دخلتش زيد ريح قول اش باغي تقول يلا زيد سي عبد الواحد سيدي وسيدك راس الله راك فاهمني غلط سي عبد الواحد كيفاش فاهم غلط واش انت عارف عليا واش عارف على الحاج واش رباني تربيه حسنه ولا رباني واش يدخل من الباب لاش كتدخل من الشرجم جي عندي رانا ما عارفش كيفاش ما عارفش بان الدريه بنتك
ولا حتى مرافق معاه هكاك ما تعرف لا والو ديالها والو يتصنت ليا صافي طاح كلها بلات الناس سعد عطيني غير فرصه نشرح لك اش بغيت تشرح لي راه بنتك راه هي اللي دخلت النهار الاول وكتبات عليا قالت لي والدي انا كاينين في الخارج قالت لي انا هادشي كذوب بدات بالكذوب معايا وانا بغيتها انا بغيتها وكي ما بغيتش على اساس اللي كذبات عليا بغيتها على داك السيد اللي قالت لي الحقيقه ايوا سيدي راه هادشي اللي عطا الله الا كذبت عليك هي انا ما نكذبش عليك هذيك راه بنتي وهذيك الحاله ديالنا اش بغيتي عندنا سيدي وما بغيتش عندك والو سعد واحد انا كون عرفتها بنتك نهار الاول نجي ندق بابك واش تعرفني انا فيا الخواضه سي عبد الواحد عمي عبد الواحد شوف فيا عمي عبد الواحد بغيت تصنت لي انا توريا بنتك راك باغي على سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم انا راه من دابا انا يطراب رجليكم من دابا هاتي الا قبلات بيا انا راه ندير لها عرس نتمنى اي بنت في الدنيا وانت عارفني سي عبد الواحد قادر على هادشي وانا راه بغيتها كي بنتك حتى كي بنت شخص اخر سي عبد الرزاق نعم واش هاد الهضره اللي كتقول واش عارف اش كتقول ولا حيت احد درتي الزبله وحصلتك وليتي باغي واش عارف اش كتقول ولا لا سي عبد الواحد شي راه ماشي ديال اللعب ديال الدراري الصغار ودي الله يرضي عليك سي عبد الواحد انا كون ما كنتش ناوي الحلال ما نجيش عندك هنا انا كنت باغي غير ليله وفايته ما غنتسوقكش لا انت لا هي ولكن لا انا بغيت هذيك الدريه سواء قلت لك كانت بنتك او بنت شخص اخر وسيدي الا بغيتي الحلال مرحبا والف مرحبا نشوف واش هي الا كانت قابله ما نزيدكم وليدي الخير ولينا هو الخير كيلقي الله خير توريا وا توريا نعم با زيد تعال ازيدي خصني تكاسل بركي الله با باك ربك على الكذوب فين عمرني نكذبت ولا شتيني كذبت قدام الناس كذوب راه ما مزيانش الانسان خاصو يرضى بداكشي اللي عطا الله وداكشي اللي قسم ليه الله داش هذاك تفش فيه شكاك وانا والديا في الخارج والديا هاتي حصلتي دابا يلا زيد لا الله تلاقيتي مع ود الناس عمي عبد الواحد شي انا نهار جات عندي النهار الاول كتقلب على الخدمه وقالت لي رانا دافع السيم انا من النظره الاولى بغيتها ما نكتبش لك عمي عبد الواحد صافي هنينا من بغيتها حتى واش حنا تواركت حتى غتقد وبنتي السيد راه قال لك طالب راغب قول دويتها انا راه جاي طالب راغب فيد بنتك الا قبلت عليا بالك هذا شي با وهذا راه ولد خويا ولد صاحبي وغنقول لا وسيدي اش غنقول لك الله يكمل بالخير يا سيدي امين الله يكمل بالخير امين